هل تجب الزكاة على شقق أملكها وهي مستأجرة؟ لا، إذا كنت تملك بيوتاً أو شققاً أو عمارات تؤجرها للناس هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في المال الذي يدفعونه، الأجار اللي يدفعون الناس، إذا حال عليه الحول فيه زكاة، وإن كنت تأخذه وتصرفه فليس فيه زكاة. الزكاة في المال الذي تأخذه وليس في الشقق نفسها.